معنا على الهاتف الدكتور سيد علي، مدير أمن جامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. ما الذي يحدث في جامعة عين شمس؟ هو اللي بيحدث في جامعة عين شمس شيء طبيعي التعبير عن الرأي، لكن موضوع الاقتحامات ومن عدم، وطبعا مفيش اقتحامات، احنا في فرصة بناء على تعليمات اداره الجامعة لكل جميع الطلاب اللي هم عبارة عن الروم في سلمية كاملة. موضوع الاقتحام الحرم ما تمش في شيء قبل كده. كم عدد الطلاب الذين كانوا مشاركين في المظاهرة؟ المظاهرة كانت في كلية التجارة النهاردة الساعة 11 الصبح، لكن كانت كلها عبارة عن 100 طالب وطالبة رفعوا لفتات البروتوكولية الموجودة النهاردة، المقام اللي موجود أو النهاردة عامة، يعني الحاجات اللي هي دايرة في البلد. يعني يا فندم، ما هي الشعارات التي كان يرفعها الطلاب؟ هي شعارات كلها مكتوبة على الجدران، بتتقال في كل وسائل الإعلام، بتتقال في كل مظاهرة. طبعا الانقلاب ضد الانقلاب، ضد الجيش، ضد الضبطية القضائية، ضد الداخلية، حاجات كده يعني أنا بتحفظ عليها، لكن طبعا دي خريطة هم يقولوا اللي هم عايزين. هل تعدى نطاق المظاهرة الحرم الجامعي؟ هل خرجت من الحرم الجامعي؟ دي كلها أمور بتتم داخل الكليات. يعني أي مسيرة سلمية بتتم داخل إطار الجامعة. وهل خرجت في المقابل مظاهرات مؤيدة للجيش والشرطة؟ لا. وماذا يا فندم عن حالة الاستنفار الأمني؟ كيف يمكن السيطرة على مثل هذه المظاهرات؟ هو طبعا احنا عاملين حسابنا وعينين وحواضرين خطة لتأمين الجامعة من قبل بداية العام الدراسي، على أساس ان احنا متوقعين ذلك. الموضوع ياخد حجم أكثر على أساس ان المعلومة ما تتاخدش من مصدرها. المفروض ان انا برجع لمن هو مخول في احداث الجامعه او المركز الاعلامي بجامعه الشمس او رئيس الجامعه الطلاب، لان كلهم بيكون في خطط في الجامعه. شكرا لحضرتك يا فندم دكتور سيد علي، مدير امن جامعه عين شمس. شكرا لك.